اخيرا تنور فريد خطاب نشأة البلاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صلاح شوف الاستاذ فريد يشرب. انا هاخد قهوه مظبوط. وحضرتك يا استاذ نشأة زي العاده؟ لا انا هاخد قهوه مع الاستاذ فريد. ماشي يا فندم. واضح ان حضرتك معروف هنا قوي يا استاذ نشأة. الحقيقه انا متعود اقعد هنا من زمان. الواحد ساعات بيرتبط بمكان معين بيستريح فيه، وانا بستريح هنا جدا. السيجاره حضرتك؟ لا متشكر ما بدخنش. حطيت العلبه في جيبك تاني ليه يا استاذ نشأة؟ ممكن تولع سيجاره، انا مش بتضايق من الدخان. الحقيقه انا ما بدخنش يا استاذ فريد. حضرتك تقدر تقول ان انا بشيل العلبه نوع من انواع المجامله. اصل شغلة السياحه دي زي السياسه بالظبط، ممكن صفقه تنجح بعزومه غدا، بفنجان قهوه، وساعات بسيجاره. منطق معقول جدا. ويا ترى ايه الصفقه اللي كنت ناوي تنجحها حضرتك معايا بالسيجاره دي؟ الحقيقه انا المره دي ما فكرتش كده. انا كان كل همي ان انا اقابل حضرتك واتعرف على حضرتك اكتر، وهشوف حضرتك بتدخن سجاير ولا لا. يا ترى هتفرق معاك؟ ساعات كتير بقدر احكم على اللي قدامي من تصرفات بسيطه. واضح ان حضرتك محترف، محترف تعامل مع الناس. شغلتنا علمتنا كده يا استاذ فريد. حضرتك مدرس تاريخ مش كده؟ مدرس تاريخ. اكيد رشيده حكيت لك على كل حاجه، وده اللي شجعني ان انا اقابل حضرتك. كلام رشيده عنك ما تصورش حضرتك هي بتحبك وبتحترمك قد ايه. رشيده اختي الصغيره وفي مقام بنتي، امها توفت وهي لسه عيله، وانا تقريبا اللي ربيتها. ونعم التربيه يا استاذ فريد. علشان كده يا استاذ نشأت انا بخاف عليها جدا، وحريص جدا ان تجربتها الجديده ما يبقالهاش نفس مصير التجربه الاولى. رشيده اكيد حكيت لك انها كانت متجوزه قبل كده وعندها كريم ولبنى. صدقني يا استاذ فريد انا حريص على نجاح التجربه دي يمكن اكتر من حضرتك. انا لما شفت رشيده حسيت ان انا لقيت الانسانه اللي بدور عليها من زمان. فيها كل المواصفات اللي بيتمناها اي راجل في الانسانه اللي هيكمل معاها مشوار حياته. ياه كل ده يا استاذ نشأة شفته من مقابله واحده؟ الحقيقه احنا اتقابلنا مرتين. وافرض برضه يعني مش شايف ان ده حكم متسرع شوية ولا أنا غلطان؟ اسمح لي أقول لحضرتك إنك غلطان في الحتة دي، لأن رشيدة، أقصد مدام رشيدة، عاملة زي الكتاب المفتوح، تقدر تحس المعاني اللي جواه من غير أي مجهود. أنا دلوقتي يا أستاذ نشأت عرفت ليه رشيدة معجبة بيك للدرجة دي. الحقيقة كلامك له طعم يخلي أي واحد يعجب بيه، وخصوصا إنه طالع من القلب. عندك شك في كده يا استاذ فريد؟ اه مش قوي يعني، مش عارف الحقيقه، انا مش قادر احكم. انا ازعل جدا لو حضرتك شككت في كده. لا يا راجل من غير زعل ولا حاجه. ما تاخدش في بالك. المهم طلباتك ايه يا استاذ نشأت؟ الحقيقه انا اللي جاي اسال السؤال ده، وانا تحت امركم من 1,000,000,000. للدرجات دي يا استاذ نشأت؟ انا ما صدقت لقيت الفرصه اللي بحلم بيها طول عمري، ولو فلتت مني هتبقى خسرتي فيها اكتر من اي فلوس. واضح جدا انك متمسك بيها قوي، اكتر من ما حضرتك تتصور. ها قلت ايه؟ الحقيقه يا استاذ نشأت انا مش هقدر اديلك رد دلوقتي. خد وقتك للآخر، وأنا متأكد إن ردك هيكون في صالحي. وإيه اللي مخليك متأكد كده؟ لأن حضرتك أكتر واحد هيكون حاسس بيا وفاهمني. مش كده؟ كده يا أستاذ نشأت.